هنتكلم على نقطة مهمة جدا، عمل الريسبيريشن اللي دايما بيجي في صورة كيرفات، بيجيب لك رسمة كبيرة لانج فوليومز اند كاباسيتيز ويطلب منك حساب نقط معينة. يعني مثلا لو جينا شفنا هنلاقي هنا ده التايدل فوليوم. طبعا ناس مستغربة التايدل فوليوم ماله عالي كده ليه؟ لأن البني آدم اللي احنا عملنا عليه الاكسبيرمنت كان بيتنفس من بقه، ففي شوية هايبوكسيا. أنا هعمل حاجة دلوقتي ناخد بالنا منها. آدي التايدل فوليوم، هعمل خط بالقلم الرصاص يحدد قمة الموجة وخط يحدد الموجة من تحت، وعد عدد المربعات اللي ما بينهم. ايه السبب؟ دلوقتي تايدل في اي فوليوم عندك هو خط مايل، مستحيل تحسب حجم الهواء على خط مايل. عايزين نحسب عدد المربعات اللي في النص اللي تمثل الهواء اللي انت اخدته. فلو جينا بصينا هنلاقي ان ده 4 مربعات وهنا 5، يبقى دي 9، وهنا 5 14. طب اعرفهم ازاي يا دكتور؟ في ناس بتبقى مش عارفه تعد، تلاقي حركه جميله قوي هقول لكم عليها، خط غامق وخط فاتح، غامق فاتح بينهم 5 مربعات، فاتح غامق بينهم 5، كده 5 فوق و5 تحت يبقى دي 10، و5 هنا تقريبا 15. مد المربع الواحد بيبقى الفوليوم بتاعه 30 ملي اير، يبقوا تقريبا 450 ملي. هيجي يطلب مني انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. انسبيراتوري ريزيرف معناها ان انت تشوف من فوق الخط ده عدد المربعات لغايه القمه. نقدر نعملها بسرعه، هنا لهنا هتلاقوا هنا 5 و5 ادي 10. في ناس تقول طب ما دي هتاخد وقت طويل، دكتور المربع الكبير ب10 مربعات، اقول لهم اه، يبقى ادي كده 10 وما بين كل خطين غامقين، يعني ممكن للسهولة وللسرعة خد الغامق والغامق، هتلاقي 10 بالطول، غامق غامق يبقى كده 20 30 40 50 60 70، وهنا للنص 75. 75 مربع فيه هنضرب بقى فيه الفوليوم اوف اير، هتلاقوا كلام سهل جدا ان انت تحسبه. ضروري تحسب النورمال فاليو اللي قلته على التايدل والانسبيراتوري ريزيرف، هقوله على اكسبيراتوري ريزيرف بنفس الفكره، بس اكسبيراتوري ريزيرف لازم تعمل خط انت اللي هتعمله بنفسك وهمي بيحدد نهايه التايدل فوليوم. عد عدد المربعات من الخط ده الى قمه الموجه من تحت اللي هو اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. نفس الكلام هعمله في فايتال كاباسيتي، لو بصيتوا ده ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن، عد عدد المربعات. نيجي بقى للنقطه دي، الكيرف ده طلبه كتيره مضايقهم، اسمه فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1، عايز اعرف نسبه الهواء اللي هتخرج في الثانيه الاولى قد ايه؟ اعمل ايه؟ هنا كل ده يمثل الاكسبيريشن التوتال، انا عايز احسب عليه الوان سكند. نعملها ازاي؟ هاجي هنا نعمل زوم ونبص، دي نهايه الاكسبيريشن عندي، هعمل خط يعمل مماس او تانجنت يحدد النهايه، واجي من الخط ده انزل عليه عمود زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا حطيت القمه بتاعتي قمه الاكسبيريشن، نزلت عمود على الخط الوهمي ده، واجي اعمل ايه؟ العمود اهو، وادي دايره الدائره المربع بتاعه، اعد 10 مربعات اهي، 10 مربعات. ليه نعد 10؟ لان الجهاز بيمشي بسرعه 1 ملي متر في الثانية، أو الأصح هي 10 مليمتر، يعني 10 مربعات صغيرين في الثانية، يبقى المدة دي العشر مربعات تمثل 1 سكند. أنا مش عايز الثانية تبقى على الخط الأفقي، أنا عايزها تقطع المنحنى بتاعت الإكسبيريشن، آجي منها وأعمل خط تاني يقطع الإكسبيريشن في نقطة. وعشان الأمور تبقى سهلة والناس ما تتوهش، نعتبر القمة هنا حرف ايه او رمز ايه، والنقطة دي بي، ونعتبر النهاية سي، يبقى ايه بي يمثل فورسد اكسبيراتوري فوليوم في الثانية الاولى، وايه سي فورسد فايتال كاباسيتي. اذا انا عايز الريشيو، يبقى ايه بي على ايه سي، نضرب في المية،
ما ينفعش نحسب على خط مائل. فكرنا في فكرة جميلة، نجيب النقطة دي ونمد منها خط تاني يقطع العمود اللي أنا عامله في النقطة دي، وليكن النقطة دي مثلا دي، يبقى ايه بي هستبدل بي بايه دي، وبدل ما اقول اي سي على الخط المايل التوتال اكسبيريشن هقول اي اي. فانا هعمل كده، هستبدل الاي بي بالاي دي، واجي اقول بدل اي سي اي اي. تعالوا نعد مع بعض من ايه الى دي، من القمه الى هنا، ادي خط ايه، ادي غامق وادي غامق، يبقى ادي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 لغاية هنا تقريبا يعني 107. يبقى 107 هقسمها على التوتال اكسبيريشن اللي هو الاي اي. الاي اي مش هرجع عيد تاني، ما هو 107 وفي 2 كمان، يبقى دي 109 وادي 10. 107 على 119 تقريبا في المية. لو انا عايز اقربها لكم تقريبا كأني بقول 110 على 120 في المية، هتيجي تحسبها بالكالكوليتر كام في المية من الهواء خرج في الثانية الاولى. ضروري تعرف في هذه التجربة نقطة مهمة، جدول المقارنة ما بين obstructive و restrictive lung diseases من حيث airway resistance residual volume total lung capacity. وفي الحالة دي هو دي الأسئلة اللي هتتسأل، لازم مع الريسبيريشن أذاكر كويس lung volumes and capacities.